معهد هو الأول من نوعه، يفتتح تزامناً مع ترحيب المملكة بالعالم، المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة. هو أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، ويضم إمكانيات بشرية فنية متخصصة في مجالي السياحة والفندقة. المعهد سيعمل على تدريب وتوطين الوظائف النسائية بعد تمكن الملتحقات به من تحصيل المؤهلات التعليمية والعملية في مختبرات مجهزة وفق معايير التدريب الفندقي العالمية، مما سيتيح لهن فرصة العمل والتطور والاعتماد على الذات في هذا المجال. وباعتباره أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فالمعهد يهدف إلى رفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يسعى ليكون عنصراً رئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانب دعم عمل المرأة السعودية عبر ترقي تخصصات يحتاجها سوق العمل تتواءم في الوقت نفسه، وخلق فرص حقيقية للفتيات في التدريب والتأهيل والتوظيف. فالمعهد يمنح شهادات في العديد من التخصصات، أبرزها إدارة الفنادق وإدارة السياحة والسفر وإدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات وإدارة المطاعم وإدارة التسويق. يذكر أن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة حاصل على عضوية منظمة السياحة العالمية وعضوية اتحاد الجامعات الفندقية العالمي، ويدرس به حتى الآن 400 طالباً.